نفتح معاكم ملف مختلف ومجموعة من الأخبار المرتبطة برياضات مختلفة. الاتحاد الدولي للسلاح أعلن عن خارطة بطولات العالم في كافة الفئات لغاية عام 2026. ده كان من خلال كونغرس أو من خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اللي أقيم في شرم الشيخ. وبالمناسبة دي أول مرة تقام فيها هذه الفعاليات في مصر أو في حتى أي دولة من دول الشرق الأوسط. كانت بمشاركة 135 دولة مثلهم 106 فرد، بالإضافة ل 29 دولة كانوا بيشاركوا بالتفويض. افتتح الاجتماع بالفيديو كونفرنس طبعا اللي كان يعني في بدايته كلمة ألقاها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأعلن الاتحاد الدولي للسلاح خلال الجمعية العمومية عن استضافة مدينة تبليسي بجورجيا المنافسات بطولة العالم للكبار عام 2025، بينما تستضيف مدينة واكسي الصينية بطولة العالم للشباب والناشئين في نفس العام 2025، وهتستضيف هونغ كونغ بطولة العالم للكبار عام 2026، ومدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل هتستضيف منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين عام 2026. حلوة لما تكون الأمور واضحة ومن بدري. وفاكره كنا بنتكلم من كام يوم على ان ايه الفكره في ان احنا نبقى عايشين في حاله من الغموض وتبقى الفرق مش عارفه في حاله كره القدم، يعني طبعا مش عارفين عندنا ماتشات امتى مع مين وفين. فيعني كويس ان في اتحادات مراعيه كده.